اول اختيار كان بدافع انه احتياجي للسن الكبير، انه والدي طول الوقت كان رجل عسكري وما كانش موجود في البيت خالص. انا بفسر ده دلوقتي. فما كنتش حاسه ان في قائد في البيت، ان في راجل او سند في البيت. اوكي. فيمكن اختياري الاولاني كان مبني انه انا ما كنتش حاسه ان ليا ظهر، او لانه ابويا طول الوقت مش موجود في البيت. الاختيار الثاني طبعا ده كان اختيار مهبب ب60 هباب، الحمد لله عدى. الحمد لله عدى خلاص. بناء على الاختيار الاولاني، رحتي للعكس يعني؟ لا، ما رحتش للعكس. انا كنت خارجه من الاختيار الاولاني ما عنديش ثقه في نفسي خالص، مهزوزه جدا. هو دايما تبقى الجوازه الثانيه السريعه دي بتبقى الفخ، اللي هو المقاييس مش موزونه وبتحاولي تسترجعي حياتك بسرعه بسرعه، فبتبقى القرارات كلها غلط خالص. فكانت موضوع بسيط وسريع وخلص. الاختيار الثالث جه بعد سنه من معرفتي بطارق جوزي، ورقت انا شخصيه بلقط يعني. قالوا عنكي رانيا يوسف كل جوازاتها جوازات مصلحه. طبعا ده لازم. طبعا طبعا ده لازم. ده حقيقي؟ طبعا حقيقي. اول جوازه عملي حق... لا لا اقول لك ايه، اول جوازه اتجوزت المنتج محمد مختار. صريحة جدا يا رانيا على فكره. أيوة ده انت طبعا ضيفه حلوه قوي، يا ريت كل انا اللي في قلبي على لساني بس. يلا قولي لي. اول جوازه عملي حوالي 40 فيلم، الحمد لله كسرت الدنيا. فيعني كانت مصلحه من اول يوم لاخر يوم الحقيقه. فالافلام كانت بترف عليا كده كلها انتاج محمد. هقول لك ايه بس، هقول لك ايه، فين المصلحه طيب اللي جت من الجوازه الاولانيه؟ طب يمكن انت اتجوزتيه مصلحه وهو ما عملكيش المصلحه. طب ما مشيتش ليه؟ قعدت 12 سنه عشان كده اتطلقت. قعدت استنى المصلحه 12 سنه، مش معقول يعني. المصلحه لو ما جاتش بسرعه ما تبقاش مصلحه، خلاص تبقى حياه بقى متهيألي. يمكن انت صبوره. 12 سنة ده أنا يعني سلحفة قوي. الجوازة التانية برضو مصلحة الحمد لله، أخد كل فلوسي، فهي المصلحة كانت له هو مش لي أنا. فالحقيقة فعلا جوازاتي كلها مصلحة. والتالتة؟ لا التالتة مصلحة جدا جدا جدا. طارق عمال بقى يبني لي فيلل وعمارات وحاجات كده بما إنه مهندس. لا طبعا مفيش أي مصلحة، يعني المصلحة الوحيدة إن إحنا بنحب بعض. طب ليه رانيا بيقولوا كده يعني؟ ليه بيقولوا إن أنت مصلحتك فوق أي حد؟ فأنا مش شايفة مصلحة في اللي أنت بتقولي. ما أنا برضو مش شايفاها بصراحة. بس ليه دايما ليه؟ هقول لك حاجة. أعداء النجاح؟ لا غير أعداء النجاح، دايما في ناس طاقة سلبية يعني، دايما يشوفوا الوحش، ما عندهمش استعداد يشوفوا الحاجة كويسة اللي في البني آدم. فهم دول الناس اللي طول الوقت يقولك مصلحة. طب هي فين المصلحة 12 سنة؟ فين المصلحة في الجوازة التانية لما أنا اللي وقفت جنبه وديت له كل فلوسي؟ فين المصلحة؟ طب رانيا ليه كل مرة يعني بيبقى عندك يعني غلطة واحدة طيب أوكي كررتيها غلطة تانية؟ ليه؟ ليه؟ حسن نية فظيع جدا جدا، ويمكن اللي يعرفني عارف ان انا حسنة النية جدا، وانا مش بكذب في حياتي. انا عادة مش عادة طول الوقت ما بكذبش فعلا. فانا بتوقع من اللي قدامي انه مش هيكذب علي. طب بعد خبطتين في الراس تدخلي في الثالثه؟ ده انا دخلت في الثالثه بعد سنه يا بسمة. طب اعمل ايه يا بسمة يعني؟ كنت عايزاني اقعد من غير جواز ازاي؟ لا خالص يا بسمة لازم اتجوز. لا خالص، خصوصا انت حلوه وامورة كده ما ينفعش طبعا تقعدي. لازم اتجوز حد بحبه كمان يعني. الثلاثه